يواجه البحارة العراقيون العاملون مع شركات أجنبية سوء معاملة في الدول العربية. الكثير منهم يتعرض لعراقيل تحول دون التحاقهم بالسفن العاملين فيها، مما قد يتسبب بخسارتهم للعمل. البحارة العراقيون لا يواجه هذه المشاكل سوى في موانئ الدول العربية ومصر تحديدا، على عكس دول آسيا وأوروبا ليتم فيها التعامل معهم على أساس مهنتهم وليس جنسيتهم. في مصر تقوم السلطات المصرية باحتجاز البحارة العراقيين في الحبس لحين انتهاء معاملاتهم. انتشر فيديو لبحار عراقي من ميناء بورسعيد المصري يوضح فيه ما تعرض له لحظة وصوله إلى هناك. لنشاهد ماذا قال. يعني احنا على الوضعيه هاي من البارحه احنا السياره، لان مجرد ان احنا عراقيين، يعني احنا ما لنا علاقه باي شيء لا بالجنسيه ولا شيء، احنا كل الشغل مالتنا نشتغل بحاره. وكل البحاره العراقيين يواجهون نفس المشكله هاي، صار اكثر من مره نشتكي ونحكي ونقول وما حد يوصل اصبعنا. يعني الى متى شنو الذنب اللي احنا نسويه بحيث ان احنا نقعد بحاجز حالنا حال المجرمين هيك؟ واحد يعني هاي بس بالدول العربيه، الدول الاجنبيه ننزل بكل الدول بهامبورغ بروتردام اي مكان ننزل ماكو اي مشكله، كل دول اسيا ماكو اي مشكله، المشكله تصير عندنا بس بالدول العربيه. زين الى متى احنا كلنا عددنا اصلا البحاره العراقيين يمكن ما نتجاوز 600 أو أقل من 600. ما يتعرض له البحارة في مصر أثار غضب واستياء كبير وسط مطالبات المعلقين بتحرك سريع للخارجية. ضياء هشام كتب يقول، هذا تعليق ضياء: أين وزارة الخارجية وممثل العراق في الجامعة العربية؟ المعاملة السيئة يجب مراجعتها ووضع حد لها، سامع بها منذ سنين. أما ديلون عادل فقال: ماكو مثل كرم العراقيين بكل العالم، والله العراقيين يعاملون كل جنسيات العالم بكرم وحسن الضيافة، ولما العراقي يسافر لأي دولة سواء غربية أو عربية يلاقي العكس. مصطفى كتب يقول: هذا الموضوع من اختصاص وزارة الخارجية العراقية، المفروض يتعاملون مع القضية بجدية، جمهورية مصر العربية تعاملها غير جيد مع كل العراقيين. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي داولت هذا الموضوع.